نتنياهو يعني تحدث عن تصفية قادة حزب الله، ولكن هذا لم يمنع أن الحرب لا تزال مستمرة، أن إسرائيل لا تكتفي كما يبدو بتصفية قادة حزب الله، إنما هي بصدد تصفية الشعب اللبناني بأكمله. يعني ماذا يعني عندما يستهدف الطيران الإسرائيلي عنصرا معينا من حزب الله ومهما كانت مرتبته وفي بناء معين، أن تهدم الطائرات البناء بأكمله وتوقع العشرات من الضحايا؟ هذه عملية قتل جماعي للمدنيين، وبالتالي يعني لا يمكن القول كما قال السيد نتنياهو أو خاطب الشعب اللبناني أنه لا يستهدف اللبنانيين، هو يستهدف اللبنانيين جميعا، بحيث أن التدمير الممنهج طال معظم أنحاء بيروت العاصمة والبقاع فضلا عن قرى الجنوب. هناك أكثر من 500 شهيد مدني لا علاقة لهم بحزب الله، لا من قريب ولا من بعيد، سقطوا نتيجة الضربات العشوائية الإسرائيلية، وهناك مئات القرى المهدمة، وأيضا دفع إلى الخارج إلى العراء أكثر من 1,200,000 نازح. هذا ما الذي يسمى هذا الوضع بالنسبة للقانون الدولي؟ هو تدمير أو حرب ممنهجة ضد الشعب اللبناني بالكامل. سيدة راغدة، اليوم هناك زيارة ليوآف جالانت إلى واشنطن في ظل الحديث عن ربما رغبة أمريكية واضحة بأنه كفى ولا نريد المزيد من التصعيد، وفعليا ما حققه ربما الجانب الإسرائيلي من حيث الضعف الذي حل بالحزب، القضاء على القيادات من المرتبة الأولى والثانية والثالثة، ربما حتى الضرر النفسي ناهيك عن القيادات، ما الذي من الممكن أن تقدمه اليوم الولايات المتحدة للجانب الإسرائيلي ربما من طرح أو من ضغوط أو من عطايا قد يذهب حقيقة إلى التهدئة ووقف النار؟ أولاً دعيني أتحدث عن الجهة اللبنانية، عن الجانب اللبناني، وثم عن الجانب الإيراني، لأن المحادثات في واشنطن تطرقت أكثر إلى الجانب الإيراني الإسرائيلي من المعادلة. أما في الموضوع اللبناني فواضح أن إدارة بايدن تريد أو لا تريد أن توقف إسرائيل عن مهمة الانتهاء من تدمير البنية التحتية لحزب الله، التي يقول الإسرائيليون إنهم دمروا 80% منها، وحسب ما يقولونه للأمريكيين هو أن ما تبقى قد يستلزم أسبوع أو اثنين وليس أكثر. وعليه إدارة بايدن ليست مستعجلة للضغط على إسرائيل لتتوقف عن الانتهاء من المهمة وقيام بالخلاص من الخطر الذي يشكله حزب الله على إسرائيل، كي يكون في الإمكان أن يبدأ العمل مع الجهات اللبنانية إذا كانت جدية وإذا أصبحت جدية لتمكين الجيش اللبناني من الانتشار مكان يحل مكان حزب الله في الجنوب اللبناني. ولكن ما زالت المواقف اللبنانية مترددة، ساعة تؤكد أن حزب الله وافق وساعة لا، وبالتالي سنكون في انتظار التطورات على الجنوب اللبناني في الجنوب اللبناني في ضوء ما الحكومة اللبنانية وفي ضوء متى تنتهي إسرائيل من عملياتها ضد حزب الله. هذا في الجانب اللبناني. أما المهم اللي معلمته أيضا عن الجانب الإسرائيلي الإيراني والإيراني الأمريكي، حسب معلوماتي مدار وزيري الدفاع هو أن وزير الدفاع الأمريكي قال لنظيره الإسرائيلي أن على إسرائيل أن تتجنب اتخاذ الخطوات غير الضرورية moves في هذا، يعني المنشآت توجيه ضربات النووية والنفطية، ولكن أكد له أن في حال قامت إيران بشن هجمات كبيرة ضخمة على إسرائيل فإن الولايات المتحدة ملتزمة بضمانات guarantees
تقف مع إسرائيل عسكريا وقوفا كاملا بما في ذلك تحرك الأساطيل هناك. إذا هذا هو يعني معنى أو خلاصة نعم المفاهمات. وثالثا اعذريني على الإطالة لأن بس لدي هذه المعلومات، تفضل. أيضا معلومات بأن إيران انتهت من وضع بنك الأهداف الذي تري يعني تنوي أن أو الأهداف التي تنوي أن تقوم استهدافها. في إسرائيل. هذا جديد، لقد أقر بنك الأهداف، إيران أقرت بنك الأهداف داخل إسرائيل ومستعدة يعني عمليا للقيام بذلك، إنما ليس القرار السياسي لم يتخذ بعد. سأشرح بعد إذا شئت بعد ربما أعود إليك إذا تبقى لدينا الوقت أو في نشرات لاحقة. أتحول إلى الدكتور صادقيان. اليوم الموقف الإيراني يقال بأنه لا رغبة لإيران حقيقة في التصعيد، ووفقا لتصريحات نعيم قاسم اليوم قرأها البعض بأن هناك أيضا ربما إعازات من إيران له عندما تحدث عن الدور الدبلوماسي أو السياسي لحل ما من جانب نبيه بري، بأنه إيران لا تريد التصعيد. حقيقة اليوم ما هو الموقف الإيراني؟ ما الذي تنوي إيران أن تقوم به؟ وأين تكمن مصلحتها بعد كل هذا التصعيد والتوتر الحاصل؟ تحية لك يا رشا أهلا. وإلى ضيفيك والمشاهدين. إيران، هذا هو الموقف الإيراني منذ 7 من أكتوبر، تجلى أكثر عندما استهدفت إسرائيل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، وبالتالي إيران قالت بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب، ولذلك تأخرت في الرد على استهداف سيادتها الوطنية تقريبا شهرين، إلى أن حدث ما حدث في لبنان. إيران يعني هناك الكثير من التجاوزات التي أقدم عليها نتنياهو، عندها ردت إيران، لكن دائما إيران كانت تقول بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب. الشخص الوحيد الذي يريد توسيع نطاق الحرب هو نتنياهو، حتى أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع نطاق الحرب بناء على الرسائل التي بعثتها واشنطن لطهران، والتي أكدت بأنها لا تريد توسيع نطاق الحرب وطلبت من إيران ضبط النفس. إيران أيضا ضبطت النفس ولا تريد توسيع نطاق الحرب، لكنها كانت دائما تصر على ضرورة وقف النزيف في غزة، وقف القتل الجماعي في غزة، وكان رأيها يقول بأن هذه البؤرة المركزية المفتوحة في غزة ربما سوف تجعل بؤر أخرى هناك، سواء كان في البحر المتوسط، في لبنان، في أماكن أخرى. وحتى الآن تقول بأن المشكلة ليست في جنوب لبنان، المشكلة في غزة. إذا ما توقفت الحرب في غزة فإن الحرب في جنوب لبنان سوف تتوقف أوتوماتيكيا، لأن جنوب لبنان تحرك بناء على نصرة غزة. طيب، ولكن اليوم اختلفت الرئيسية المعطيات الموجودة في غزة. دكتور صادقيان، سأعود إليك سيدة راغدة، أنت تومئي برأسك ولا توافق الدكتور صادقيان، ولكن باختصار إيران كانت تقول منذ البداية وفقا لكلامك بأنها لا تريد التصعيد، ولكن التصعيد كان حاصلا بالجبهة الجنوبية للبنان عبر حزب الله. اليوم تختلف المعطيات على الأرض، تختلف القوى، يختلف ما لحزب الله الذي كان عليه قبل شهور بات اليوم غير موجود. لي أنا السؤال؟ لا، للدكتور صادقيان وسأعود إليك. هذا صحيح جدا، هو هذا الذي كانت تخشاه إيران، من أن هناك بؤر أخرى، بؤر تتأزم أخرى، بؤر توتر أخرى في المنطقة، وهذا ما حدث الآن في جنوب لبنان وفي بيروت. ربما يوم غد سوف يكون في العراق، بعد غد يكون في منطقة أخرى، وبالتالي التوتر المركزي، بؤرة التوتر المركزية هي في غزة. طيب، وصلت هذه. وحتى إذا سمحتي لي، طهران وقفت كثيرا مع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، ويعني ساعدت مصر وقطر مع الجهود الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، اسمح لي فقط أن أعود. اصطدمت برغبة نتنياهو في استمرار العدو. أعتذر منكم لضيق الوقت، ولكن سأعود بعجالة إلى السيدة راغدة لترد. تفضلي.
نعم، أعتقد أنه حان الوقت للقيادات الإيرانية بأن تحترم قليلا الوجع اللبناني والسيادة اللبنانية بالذات. يعني أعتقد أن التحامل حتى على حزب الله، ترك حزب الله بمفرده في ساحة القتال مع إسرائيل لم يضيف ضوءا جيدا على القيادات الإيرانية، فلتلتقي إيران بنفسها مع إسرائيل، وبالتالي شد الأحزمة ورفع العتب يجب أن لا يكون على حساب حتى تلك المحاور، لأن المحاور لها أيضا ناس، ونحن في لبنان ضحية المحاور وارتباطها، ومثل هذه مثل هذا التصعيد اللفظي، نعم، لمحور المقاومة، يعني مهما كان، فلتتفضل إيران وتحارب إسرائيل بالمباشر، لأن محاور المقاومة لها أرض ولها ناس. في عاجل ورد الآن نقلا عن شبكة ام بي سي الأمريكية عن مسؤولين إسرائيل قد تهاجم إيران خلال زيارة جالانت المقررة إلى واشنطن. من الممكن أن يكون إذن هذا التصعيد عندما كان نتنياهو في واشنطن أيضا في الولايات المتحدة، تم النيل من حسن نصر الله. سيد طرابي، بكلمتين، ما المتوقع من وجهة نظرك؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ إذا لم تضغط الولايات المتحدة جديا على نتنياهو لوقف إطلاق النار، فإن الأمور قد تتدحرج باتجاه توسع الحرب في لبنان، زيادة الضحايا، التهجير المرعب، القتلى بالمئات وربما بالآلاف، وهناك خشية من أن يتدحرج الوضع نحو حرب إقليمية شاملة. أشكرك من باريس، كنت معنا المحلل السياسي كمال طرابي. شكر أيضا لضيفنا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صادقيان، وأيضا من نيويورك مستشارة الحدث للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. شكرا لكم جميعا.